ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة سيكون درسنا أو هذه الكلمة أو هذه التذكرة والمذاكرة تدور حول ثمن من القرآن عنوانه وعباد الرحمن. ثمن واحد من المصحف حدد الله فيه أهم صفات المحبوبين عنده، أهم صفات المقربين، ختم بإمامة المتقين، جعلنا للمتقين إماما، وختم بأعلى درجات الجنة جزاء أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وختم بعد ذلك بالتحية والإكرام من الملائكة المقربين، وختم بعد ذلك بالدعاء وأهميته. مبتدؤه وعباد الرحمن، وخبره أولئك يجزون الغرفة، وما بينهما محطة معارك المقربين إلى يوم يلقونه. ما شاء الله بارك الله، أعطني عنا وعنك، الله يبارك فيك إن شاء الله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم وأحبابنا ومن له حق علينا. وتب يا رب العالمين عن موتانا وموت المسلمين، وتجاوز عن خطايانا وخطاياهم، إنك سميع مجيب. اللهم آمين. أوله عبادة مضافة إلى وصف الرحمن بالرحمن، وتنتهي بأعلى درجات الجنان، منتهى البلاغة ومنتهى الكلام ومنتهى الإيجاز والصفات الكاشفة الوافية الكافية. احنا في زمننا اليوم، وربما قاع كان موجود منه قدر سابق للزمن، ادعياء الحق كثر، ناس كاملة ما في احد الا من رحم ربك يتصور يكون انه ما يحن عن يدخل الجنة يموت، عامل على الموت على الايمان، عامل على انه سيختم له بالحسنى، عامل على الجنة، وكأن من الصفات اللي مملي منها 60 حزب هو دايرها وراه، ومع ذلك يتمنى على الله الاماني. ما يطرح سؤال مرة على راسه، من ركان المارة القيل مولانا عرضت نفسي عليها كان فيا نصها والله ثلثها والله فيا منها واحدة والله ما فيا منها شيء. لا الواحد هام الجنة وتو يعمل ما يشاء، يقول ما يشاء، يمارس ما يشاء، يدعي ما يشاء، والجنة مضمون. تاكل على ايش؟ يقول لك مولانا غفور رحيم، مولانا واسع المغفرة، بفضلك اللهم لا بعملي، مولانا قادر عليه ارحمني، مولانا ما هم عدش بذنبي، وحجج كثيرة ظاهرها الرحمة وباطنها الجهل والحمار. حد قال مولانا غفور رحيم، يا الله يدير معاها انه قال ملين شديد العقاب، وقالوا انه لا يسأل عما يفعل، وقالوا انه عزيز الانتقام، وقال على الحد عصاه دور يديره في جهنم،
ونحد كفر به ويله، وقارن ملائكة والأنبياء يوم القيامة خالق شي من الخلق ما يقدوا يقولوا فيه كلمة، ما يقدوا يتوجهوا المولانا فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حد ما راضي مولانا به ما يقدر يتوجه فيه ملك ولا خاتم الأنبياء ولا غيرهم. وهذا هو عامل على أنه إما يدخل الجنة بفضل الله، والله دور يشفع فيه ولي والله صالح، والله يشفع فيه نبي، ولا هم تدبر ان الشفاعة بشروطها وخالق عينة من الناس حتى لا توجهوا فيه ما تنفعهم شفاعة الشافع. ومن مارت الناس اللي ما ينفع فيها الشفاعة لا توجهوا فيها الانبياء ما يقبل منهم حد يعود في الدنيا، ما يقدر يوجه المولانا ولا يقدر يرتد، يرين يذكر بالله يهرب، ورين تقول له يا حرام عسك منه يكرهك ويعارضك، ما تقد صد وشور الحق ابدا. ولذلك ان قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين بين اخطر الواية عندهم، قال فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا في الدنيا ما يذكرون مولانا؟ ما تهربوا خلوا ذا خالق درك من الناس، وهذه مارة كثيرة، ومن شاء فليجرب، وانتم اهل عرفات. حد كامل يختار تقل جماعته يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني تقعد درك مهرجان والدور الناس تحصر عليه، لين تعود تختار تفرقها اذكر مولانا، ما يبقى لك فم منهم ولا قال. اياك بعد تعرف على انها جماعة مؤسسة على غير التقوى من اول يوم. اللي تقعد في جماعة صلوها كملا من الرجال يجلس قالوا موريتاني، تو تختار تشسهم اذكر مولانا. نار الله قاع تعالى المهرجان وهلو متعدري وحنيهم لين يقولوا شي من الكلام، دور يقوم الصف قول انت الله اكبر ينخلعوا منا كامل. الليلة دي يعودوا معايا واحدين في المسيد يلين يكبر واحد في زر له هاري خرصوا اياك ما هو مجنون، لانه ما يكبر ولا يتحمل حد يكبر. هذا النوع، هذا النوع اهله ما فيهم خير، ولا هم مارة عباد الرحمن، هذه مارة عباد الشيطان. ما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ضرت من قسورة. أكبر مارة له الخزو ذيك المدة اللي تذكر مولانا تفطن انهم طارهم المجلس. اللي تقعد هنا رجال والله اي تجمع حتى ما هو مهرجان عرس، عند من يجي العرس لو ما لك فينا اختلاط اذكر الله، هو لك هو من نفس الدنيا من ذم امتاز اليوم ايها المدرم. ومع ذلك لا ينقالوا العرس تقول لا الطبل مرد عادي، الفقهاء احياهم ما يتكلموا ولو العيال يفزرهم، ومرة قاع يعود الولي بطبل وقاع خاصوا لا حد يخبط، ومرة نيني شرائسهم مستقبلين ولا يما بطبولهم هو الامام بطبل وقاع، ظاهر لكم ان الصلاة وراهاش تعاد ابدا ولا تعاد في الوقت، امام بطبل داعية بطبل داعية يكرب موريتاني تقول عليكم بالظواهر هو ظاهرته بعد كارط، ومعلى هو اللي كارط ويقول لك هي اللي السنة وكذا. يوم العيد اولك جاي يقود شا عنده من دركانها تنزل السنة تقول له مالها، يقول لها بها اللي مقورة وانت بعد مالك مقورة، انت مخالف السنة حتى انت ما تنزل السنة، وحد يتكلم بالسنة ما فيه مارة السنة هذا انسان معاند، هذا شخص اعمى الله بصره وبصيرته. حد كامل يختار جماعته تقل يذكر مولانا، والله يذكر بالله، والله يغير المنكر. ولذلك عدوى الوجيه رباهم على العلماء
إنين ماتوا دفنوهم ما قطوا غيروا منكر. لا الواحد إلى شاه تلميذ يقدم كتبة يقريها له، إلى شاه زايره ومسح يديه عليه إنه كرسه توجعه يقول إنه فيه البركة أكبر، والشريف يهداله يا غير شريعة مولانا ما جبرت حد قاعد يسيب هذا فيكم محدين عنادهم يمنعهم يعترفوا يا غير هذا حق كالسماء فوقنا. إلي عدتوا يا نقر عرفات ما قد طريتوا حد يقولكم هذا، أنا ما قصدي العد الدرسي لكن قريكم العلم يا غير هامن نوطيكم على الجمر إلي تفطروا يا كان في طريق مستقيم والله على طريق الجحر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما علينا إلا البلاغ المبين. الباقي تم ماشي على طول، والباقي يقصر بقراعه، والباقي يخلى المزار من الوقت، والباقي يسمع ويتأمل هل ما يقال حقيقي والله شي من الكلام اللي ضايع من أمه. احنا موريتانيا ما مضيعنا الجهل وحده، مضيعنا سمعنا وعصينا وقرأنا وتجاهرنا. واحد اللي تسمع كلامه يعجبك قوله بلاغة وعلما وترتيبا وتنظيما، يا غير انت تخرص لا تجد بعد ذلك طعما ولا لون ولا ريح. ولذلك من صفات عباد الرحمن جعلنا للمتقين اماما، معناها اجعلني في يماير المتقين بحيث ان يعود اي لقاه عباد الله هو على وطياتي. ولذلك ما تقرا تفسير من القران، تفسير القران وتلاوي يتكلموا في العلم ماذا هو لك مالك. تخرص الزر لو خرده هو وقال الشافعي هذه الخلطه من دركانهم في عرفات والله في بيكا والله في منين في الواتشوب في موريتاني في العالم ماتوا مليلهم اكثر من 11 قرن وزياده، ومع ذلك اسماؤهم مدونة في كتاب في فهم كلام الله وكلام رسول الى قيام الساعة. بها اللي قطر لهم مولانا من معنى ورفعنا لك ذكرك، ودار لهم مولانا شي من معنى واجعلنا للمتقين اماما. عاد المتقين الواحد يكرع في كتاب يلين قال له هذا هو الذي قاله مالك، زي ماشي يعبد مولانا به مطمئن القلب مستريح البال مطمئنا الى الحكم عارفا بربه مطمئنا الى منهجه. هل هو اللي في ذلك فليتنافس المتنافس. اما امامي دور الله قرأت من قرى الياء هذا للمتقين اماما والله له القرى الياء اماما. واحد دور الله اني مروات وليتر الدولة خطط الترابي وخطط له هو سابقه هذا همة التخطيط. إمامي دورش من المأكولات واللي حارب كامل من الإسعاف سقايب وعشرة هذا المتقينين هذا أهل السقايب. واحد يدور بها الدعاية والسياسة هذا يدور بها مهرجانات وتجمعات. واحد يدور بها محضرة إياك من الشيع بها والله ما كان والأعمال بالنيان أنتم تعلمون ذلك. إحنا الليلة ناهي نحاول ما ننفسر يا غير ناهي نوقف عند حكمات في هذا الثمن. قالوا العلماء ان الله ان القرآن مقسم الى نوعين نوعين ولله المثل الاعلى ناهي نقرب لكم المعنى. واحدة منكم داروا يقولوا يا ما ينقال يا غير الله لقاه السابقين كريت كيس. الله تعالى يضرب المثل للإيمان والعمل الصالح بالتجارة يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على وحضرك اسمع تجارة أول ما يخطر بقلب المرصى لأنه يعرف التجارة الذي ينباع ويشرق لأنه ما يعرف وين قالوا التجارة. ومعلى لما قال ربنا تجارة تنجيكم من عذاب أليم عدنا نفكروا ذي التجارة شيء إذا ترموا لنا فريا كنا ذا مرصى ديس والله التجارة قال تؤمنون بالله ورسوله هي التجارة عايدة تطلق ويراد بها الماديات وتطلق ويراد بها المعاني والمعنويات.
تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله، هذا ايش فيه من خمسوقية؟ هذه ما هي مرصة، هذه تجارة بلغة القرآن، ولكن مثال يفهمه الناس. إياك ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يضرب الله الأمثال للناس. القرآن قال إنه نوعين، الجميع اللي يذكر مولانا جل وعلا، مرة يذكر عباد اللي يبقيهم جل وعلا، ومرة يذكر لك عباد ما يبقيهم، مرة يجيبهم لك على شكل خبر وتعداد صفات، ومرة يجيبهم لك مجسدين وممثلين على شكل زمن. اليوم اليوم الناس اللي في ديارها الشكلين أساسا، الإذاعة والتلفزة، الإذاعة عش تعدل تجيب لك الخبر يا غير ما تراعيه مولاه، بارك الله، وتجيب لك في دبابة وطائرة وشيء وقدروه الديار يا غير ما تراعي فيهم، تسمع الصوت لكن لا ترى الصورة، معناها ما هو مجسم في رواية. التلفزة عش تعدل تجمع لك بين الأمرين، مفهوم ومصور يراعى فيه. القرآن يعطيك على موجتين، يجيب لك صفات المؤمنين مجردة، ومرة يعرض لك صفات المؤمنين في مؤمنين، معناها يجيب لك مادة راضي عنها، وكأنه يقول لك إذا عد جاتك صفات المؤمنين تعال لمؤمن يطبق ما وصفنا به المؤمن. عندما يقول ربنا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه الصفات اهلها منين؟ تم ترقط في القرآن انه مالك خشوع وخضوع وسجدا وقياما، الله اكبر، لك مدة متباركة تطبق اللي قال لك رب العالمين له مالك في وحدين يحكي عنهم انهم اتصفوا بهذا. مرة يقول لك كفروا وكذبوا وتسمع الصفة، مرة يجيب لك فرعون مدير العام للكفر بالله، ومرة يجيب لك إبليس المدير العام الأكبر. إياك تسمع المنكر على شكل بلاغ وخبر وتتلمسه في قلبك بمعنى صورة ومشاهد. ما أدري هل تفهمون هذا أم لا تفهمون. إياك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قالوا هذا اسم وعباد الرحمن، ان الكفار ان ينقال لهم الرحمن يقولوا الرحمن منهم. سبحان الله. لا لعلن الجميع اللي طاع مولان مات لا يدرك ما هو التوت، وجميع اللي عصى الله مات لا ذلك ما هو التوت. الكفر ما خالق شكل منه ما فات وعدل عليه شهلا، والإيمان بالله والعمل الصالح ما خالق شكل منه ما قطع عليه جهر، ولم يبقى لهذه الأمة إلا الاتباع وتوه المشابهة والمشاكلة. مات لكفر شديد ولات لهداية جديد. إذا التقدم والتطور مات لعنده بليدة فيه إلا الاتباع. تكرد واحدة من الطرقة قال لك هيك الطريق طريق الكفار، وحد يكردها راهو جايز جهنم، ولا طريق العصاة والمشاكل ليك الطريق طريق الانبياء والمقربين. وهذا كامل لخصته الفاتحة، اللي الواحد منكم يشبع وما شاء الله يرتاح ويستحم ويكز عليه وقيم من ياخذ المسي، والله تلاقي يقرا واحد الحمد تلاقي يصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين واهدنا، هي له في طريق واحد اهدينا الصراط المستقيم ما رتحشنه. الصراط المستقيم ذيك اللي أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بسم الله تعود على الصراط المستقيم وتقع ما قريت. لا بد من تقرأ إياك تكرد تعرف الصراط المستقيم شو. أيوة ما توفى من هنين اللي تعود عاس غير المغضوب عليهم. يا مولانا دورك تسلك لي من المغضوب عليه، حد غضبان عليه لا تكردني واطيات، وحد ضال لا تكردني واطيات، ومعايا تتربق فيك امي 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 ليه تتأمر عليك ما هو داخلك قاع، انت افهم للي قال لك افهم، معناها الفاتحة تكرر عليك طريقة يصير جنة. ما انا قاع اللي تقول لك الفاتحة الصراط المستقيمة
ويعجب مولانا يقول ان في القران معناها يعجب القران يجيب لنا اعلان حد كرد الصراط المستقيم يتم ماشي معاه لنا هو النظر الى وجه الله الكريم. الدليل شو الدليل؟ مولانا قال قل ان ربي معناها ان ربي على صراط مستقيم. ان ربي على صراط مستقيم. حد كردي الصراط المستقيم اللي تقول الفاتحة ومسكوا مولانا بها ومات عليها يتم الله من مرحلة لمرحلة يلين يطوشن في الجنة فإذا به يمتع بالنظر إلى وجه الله. وهي اللي يقول مولانا في القرآن وأن إلى ربك المنتهى. لا هي تعجب الأمور تمشي يلين تلحق المليك. أصبحت في دار كرامته وتتمتع بالنظر إلى وجهه. اللهم اجعلنا منه. الكفار ما نعذر الليلة ثمن وعباد الرحمن. الليلة ثمن وعباد الرحمن. ويا الله من الليلة نقرأ ثمن والله نكتبوه في الدار نعلقوه ونتموا نفتشوا عن روسنا احنا شفينا من المارك. الباقي منها نحاولوا سابقوا نموت ونعدلوه. واللي فترة حصرنا عليه انتم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نطلب من مولانا يثبتنا على ذاك. الفترة حصرنا عليه لكن التاجر صاحب الدنيا الفاتح صار عليه يمتن عليه القفلة ويعش على ينقلع منه والما فات حصل ديار له. والله انتم ما كن فاهمين. قالوا ان هذا ثمن سابقته آية وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن. كفار بعض المشركين اللي قالوا اسجد للرحمن يقول وما الرحمن والرحمن منه الرحمن منه يقول وانا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. يهربوا قاع من الاسم يقولون ما معترفين به. رد عليهم القرآن قال لهم انتم تسولوا عن عباد الرحمن منه وهاو نطرح لكم مارة عبادي اللي يعرفوني وانا احبهم وهم يحبونني وكاريهم بالجنة ومقربهم يلعت الدور عبادي اللي ما هم يفرون ولا يهربون من ذكري اراعيهم ولعت الدور العلامات تدل على اني موجود. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. سورة كاملة مقفولة من ما هو الرحمن. الرحمن منه إذا عدتم الدور معرفتي من خلال فعلي وقدرتي اقرأوا سورة الرحمن. وإن أردتم معرفة عبادي المخلصين لي الذين أرحمهم وأبشرهم اقرأوا ثمن وعباد الرحمن. ما أدري هل فهمتم هذا ولا حلتموه. والله ما فهمتوه. أقرأ سورة الرحمن تجبر آلاء الله في الكون ونعمه. قالوا علن العقل عنده فطنة يقرأ بها ما شاف ولله المثل الأعلى. أنا وكلا قيمة ماشي معايا الوقيه منكم مثقفين والله مثقفين. هما يقد عودوا ما هم مثقفين عليهم سقف مغطيهم ما هم خليهم يشوفوا سبة. قيموا معايا تمن هي أن دار قصر في الخلوات وهو أن بنيان وما هو على شكل شيء وهندسته غريبة وأبوابه غريبة وفصوله كذا. شنو نقولوا؟ قولوا هاي الدار من بانيها. هو ما رأينا حد يقول إنها من بانيها. هذه الدار احنا ما عرفنا مولاه ولا رأينا حد يخبرنا به. يغرناه نقراه من خلال صناعتها وتصميمها وزين فهمها وزين فراشها وتخطيطها المعدل لها وزين قواها وابوابها الى غير ذلك. ناهي نستدل بقوة التصميم على قوة الصانع وبجودة الترتيب على اتقان الصانع. وناهي نقراه منها قدر من الماير ذا المعدلها ولا نشك في ذلك مع اننا لم نعثر عليه ولم نره. قالوا رب العالمين سبحانه لا يغى في الدنيا لكن بث في هذا الكون وفصل فيه من دلائل قدرته ما تستدل على انه لا اله الا الله. ولذلك القران مليان من خلق السماوات والارض وتسخير الرياح والسحاب والليل والنهار
اياك اللي عد قاع عليه تقول انا مولانا ما شفته. ينقال لك شفت من أدلة قدرته وعلمه ويتقانه ما يدلك على الرب الذي لا تراه العيون. هل فهمنا هذا ولا ما فهمنا؟ قد يأتي ملحد كافر والعياذ بالله ما هو قاع قريب يمشي ويقول لها أنا صدق، ويقول إنه يصدق الله بشراعي فيه. واحد أستاذ قال إنه يقري في واحدة من هذو مدارس السدد والمرقب، ويقري تلاميذ ويدورهم يعودوا يذكروا الله، نعوذ بالله. وراهو مالكم واحدين من موريتاني بعد لا فيهم ذا شوي لا فيهم قدير من هذا. هذا النوع من اللي ما يرني نقول واحدين منكم دار يقولوا ما وفانا البر حق البر. يا غير انت مانك عارف ذا قاع اللي تنكر. خارجين واحدين ما هم قابلين مولانا هو اللي عدل الاشياء. واحد يترك معاه تو معايا دكتور نين عدل المحاضرة زينة تقول يا اخي سبحان من خلقك واعطاك هذا اللسان هو ما هو متمونك. نين تقول يا اخي قايل لك ان محاضرة قيمة ممتازة ينتفخيني تري طرطك تركي. اذا مدحت بيانه هو لسانه شعر بأنك لباس، ولي تربط الأمر بالله وأنه هو الذي خلق وسوى وقدر فهداه لهو لك أهم مسيج قلبه. يريد تدخل على الدكتور الطبيب وهذا هو أعطاكش من الدواء وجبرت عليه العافية. يريد تشيه تقول الحمد لله أشفاني مولاي أنا بالدواء وتبارك الله ما كذا وجبرت عليه العافية لهو لك هو. يريد تقول يا خالي التغريب أنا مذكور لي كنت وياك تعالم بيخلع عنه ودواك هذا ما وراكي. يقول لك أنا عايد متخصص في الصين. اي انا متكون في كلية خاصة في بلجيكا او في فرنسا لهوالك اذا ذكرت غير الله فرح واذا قصرت الامر على ربك حزن وضاق. هل هذا موجود ولا ما هو موجود؟ هذا موجود في اكثرنا ان لم يكن في الكل. لهو اركم على السائق سائق انتم تعرفوا السفارات سافر مع سائق يعني تتعرض لكم سيارة والله مردة وهي بعدين لكم مخرج قالوا هو معك سيدة هو لك هو ني تقول يا أخوة لا الحمد لله اللي سلكنا مولا لا سيدنا حمد مولا هو لك هو لا ساكت عنك ابدي ما صدفته يعني تقول له يا أخوة ما هو لك ما كذا يقول لك انت عرق ما عرق ما فطنت إلا العدل أنا عدري فطنت إلا جاية دافعة قبلت وفيريت عنها وعدلت لهو لك يريد أن يقول لك قل إن السلامة والنجاة بسببي لا بفعل الله وإرادته. هل هذا حق؟ هذا حق يا عباد الله. احنا فينا ياسر من قلة التوحيد وقلة الصدق مع رب السماوات والأرض. وعباد الرحمن تعرفوا عباد ما معنى العبودية قد فسرتها مرات الحمد لله. الطريق ذاك اللي انتو قدرا وتتقاد ينقال لها معبد ونلعود ما عليها قدروه وما زالت شي من السكوس والحفر لما ينقال لها انها معبد. كذلك الانسان يعود عبد المولانا نيو قدرا يعود عادم لس هو كامل قاد كل شي وخاض معاه ما في حفرة ولا فيه رقبة ولا قضة منقاد لربه والشريعة واطية على رقبته يعمل بها ويمشي بها ويرى بها ويحكم بها. هذا عاد عبدا من عبادنا وسابق تعود الشريعة حاكم عليه هو طريق مسفلته ما هي طريق معبدة. ما هو عبد المولان ما حد يهرب من بعض الأحكام ويعدل من هالشي لا ما هو عبدا من عباد الله. أستاذ هذا في دولة كافرة نعوذ بالله. شوفوا خالق علامة تدل على أن قلوبنا ما هي طيبة ياسر منا تعرفوا باش ما رثاك القلب اللي طيب ما تسميلوش ما يرضي مولانا ما حرك وانطرس منه لكلامي عملو كان سهل ومارتن قلبك ميت ما في خير. شوفوا لكن نقول لكم نقول لكم غضب الله. شوفوا
شوفوا قام واحد منكم يتكلم واكسريتكم ما حركت إني نقول النار يتكلموا أرواقي شكلها إني نقول الشقاوة يتكلم واحدين يوسف يا غير إني نقولكم المرض الفلاني الكولة يرى الله أكبر البر إمري هو تفزع القلوب ما هو قاصد لها وللعود قلبه ميت تعود تمر عليها آيات الله وقلبه ساكن إذا فليختبر كل واحد منكم قلبه وعقله ويطبق للميزان قولوا كاملين نعوذ بالله متبارك يقري تلاميذه ويدورهم يدربهم على إذكار وجود الله نعوذ بالله قال لهم هيه يا التلاميذ يا التلاميذ قال لهم عنكم حد شي كامل اللي يتومون به يلا يعود فيه للماير شنو هي قالوا تلاميذ وحاصري والتلاميذ اللي نعودوا ضالين بالاستاذ لا يعود الواحد منهم زقيبه ولا يدير فيه الاستاذ اللي بقى يعملها مباليط وتموا اللي قال الاستاذ قال لهم اللي تعودوا شي كامل ما تراعوا فيه لا تصدقوا به وشي ما تصنتوا له لا تصدقوا به وشي ما شميتوه ولا ذقتوه ولا مسيتوه لا تصدقوا به وقفروا لهم الرواية وتوه وشي ما يندرك بالحواس ما وقال تمنين طرطق له مولانا تلميذي من التلاميذ قالوا الأستاذ انت بعقلك سمعوا لك يا العرفات واطرحوا السؤال على رؤوسكم كانكم عقلاء كاملين والله بيكم قالوا يا أستاذ هل لك من عقل انت بعقلك هذا الأستاذ فم قابط المجبنة هو الشواذ من دركان يقول لهم انه باب بقلبه بعقله ولا بلا عقل إذا قال بلا عقل دار يقولوا احنا استقال اقرأوا على الأستاذ عما هو عقل وإذا قال لهم انه بعقله لا يقولوا له طبق شو قاعدتك عقلك هذا قط شفته مان الله قط صنت له محال قط لقته محال شميته مان الله بسيته مان الله قالوا له يا أستاذ قاعدتك الكت تقول قالت انك لا عقل لك لا إله إلا الله عاد يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار مخلوق الإله أسس بناء فكري لمحاربة التوحيد فيهدمه الله أثناء كلامه ما يخليه قاعد يمشي لنهار لقاء حتى الإنسان ما يعرف النحو ولا يعرف اللغة ولا يعرف سبه يشير مازال يتحابر يعني انت عقبه لكفاه وتخبط رقبته والله تطرشه ما يراعي فيك وتتبرم عنه انك لفت راسك انك ما انك بيه عند من تطرشه والله تمسه بليده يتلفت يدور ذا الخبطه تكبر وتنعتر انك بعد ما عينك عليه يخرصك يخرصك لو ما راح اداخر لو هو بقى هو فاتقر النحو سابقك ان الفعل لا بد له من فاعل سكر مولانا في قاعدة ان الفعل المجرد ما يصح لا بد لكل فعل من فاعل اياك انت تستدل بها ان هذا الكون لا بد له من رب يدبره وعباد الرحمن دور يقول واحدين انت مريت بينا قاع انت اللام تقبل بداية الدرس ولا ترتزم بالموضوع هذا هو الموضوع حد ما هو موضوع هذا هو موضوع ولا ينكر موضوعي ويكون حد كاترة الوضع عباد الرحمن يسميكم الرحمن وصفا والرحمن من خلال العباد عباد الرحمن وقالوا ان هذا الوصف اللي مولانا مور لهم نفسه بعباده قالوا هذا يدل على انك تنشاف ان كل رؤية تذكر بحاله هذه قاعدة سمعوها الليلة كل صيفة تولد حركة في القلب وانطباع معين لكن الانجليزية ما فهمتوه كيفاش تار
كاين تشوف قراي فريدو كارنو تتفقد المدرسة. اللي تشوف تاجر تتفقد هو المرصة اللي فيها مني. اللي تشوف شفار تتفقد الوتاد. اللي تشوف راعي تتفقد الحيوان. قالوا كل عجلة من الناس تتذكر بشي. خالق من عباد مولانا اللي نشوفه يذكرك برضا الله. اللي تشوفهم قوطر هو لك قوطرته ما هي طبيعية. ولذلك أول ما رمور مولانا بها عباد الرحمن قوطرته. حتى قوطرته تشعر يا أولاد ما هو كيفتك. هذا الراجل ما هو كيف يحرق. ولذلك كانوا الكفار ما زالوا مشركين بالله عيبنا. إين يصور بعضهم بعضهم يقول له قلت لك هذا الراجل اللي يدعى عينهم على النبي صلى الله عليه وسلم. الكفار بيناتهم يردوا واحد يتبرم على صاحبه يقول له قلت لك هذا الراجل ظهر لك عينه شنو يقول له قلت لك هذا لوشي الشفت ما هو وجهه كذاب ولا ساحر ولا كان هذا لوشي الشفت يقول له قطعا ما يكذب له ساحر. ونحن قاعد نعطيكم رواية غريبة غريبة حتى ونقولها ايش ملاك غريب ذاك الكراطة. أنا ما نقول له محصل لحيته لعل يقرأ في الحسن أن الإحسان معناها الحسن. شيء كرهه الله لا ينبغي أن يستعمل له كلمة تدل على الحسن. قال له كراط. الغريب يريد تعود راكب السيارة وتتعاق مع واحد كراط وانت بلحيتك. وراني أنا بعد ماني فهم ترى ما فهم حد منكم إلا واحد يقعد من تحتها مزين بها وقالت له المراية هذا هو شبه صورة. اللي يركب سيارته يتعاق مع واحد بلحيته تخطاها شوي دوبلو اللي يدوبلو يتبرم عليك الكراط وهو لك يصون عليك يتبرم عليه الشر لكن حد بلحيته ما يرطو عدلها. هذا معناها يا أهل عرفات ويا أهل واكشور شهد شاهد من أهلها انحت كارت يقد كل شي عدرو يا غير أنا قال سني ما مقبول إنه يخالف. هذا بعد اللي هم المعدرين هالرصف يلين يقوموا مكبة خمس رجالة ولا ستة ويدخلوا في ليدة وذهي أمرها إن يدخل الكراطة الأولين التم اللي أتخرصهم ما أدير عليها الباس بها ما هم رجالة تعتبرهم اعتيرسات. عند من يدخل الراجل اللي بلحيته ما تعرف الحالة شنو هي ترد عليها وترد عليها الباسة وتقول للدعاء بخير أما الخلطة الأخرين الدعاء بك. نزع الله من قلوب عباده مهابتهم واحترامه. ماير يوضع لها الله القبول. أركب السيارة بتصافي ويلحق الوقت وتلاو تنقزه ده مالك بباساج خرص واحد كامل ما هو مو قوله والله زاقل شي وياه مالك هاي الراجل ها صلي بينا ده مالك هما الخلطة قبيل اللي ما قدوا يديروا عليهم الباساتهم ده هما اللي ما هم راضين بيصلوا راك يرين واحد منهم يتثقل من الواي يقول لك الدعاء بخير قال مالك ليه تجبر لقال فيه صفات الفسقة يقول له اطلب لي مولاه محال تو معايا في قاع رواية الآخرة موريتاني ذلك يديروا قدامهم النواب دبيتات ولا يبقى حد يدب والله بدب نيثي ما داروا هالقدام وعقباك يديروا مالي الشيوخ قايا عشان هذا قاع الشيخ يريني قرنهم كاملين ويجينا الجفاء يجينا الجفاء وتعود الصحام ما خلقت. يا الله هاي المادة بعد اللي قدمت الدولة معناها قدم الشعب وانتخبها يا الله نعودوا نقول لهم ما وصلوا بينا الاستسقاء لاني تقولهم دبيتات راهم حصروا اهل الشيوخ لا يستسقى لا اولك الشعب اللي زرق عليهم زرقوا اهم ما قد نصلوا راهم ولا نستسقوا معنا وله مالك يلود لك هالهق شيباني هق قارب القيام ولا قال ثاني هو لك ارواقيه متناقضين مع روسهم زارقين على حد وهم زارقين هم اللي عام. مارت عباد الرحمن ياس قالوا انك نطيع الله تعالى يدير لك القبول الله يجعلنا منه. اني لا علم الله منك الاخلاص والعبادة على شرعه اني يقبل منك يدير لك قبول
يعود عادل انسان يحسن عليك ما تعرف كاع علاش، ويكبرك ما تعرف ليش. اركب السياره يا مالك البوليس في الطريق وفر يوقفوا الارقاع، ما تلاو ياسرين عندين يوقفوا الوطنيين يوقفوها، هامل واحد منهم يدورك تكري على واحدين منهم اللي انت يقول لك انا ما تجيت وما كذا يتمين هو السائق بالحيد، يقول له اللي هو خاسر كلامه. يا موريتاني لا يخليكم النفاق، هذه حقائق كالسماء. واحد يفطن مولانا داير الاحترام، كلما خطا خطوه على طريق السنه يعطيه الله مهابة واحترام، وكلما قلل من شانها وضعه الله حيا قبل أن يعذبه، هل يكثر أو يقل. وعباد الرحمن الذين يمشون مورهم قوطرتهم، القوطرة تدلك على المخلوق، لك عمانة فاطنين خالج من الوقيه ان تعود درعته زينة تخسر قوطرته، ويعود الباس وفارق يسقم ما يلبس رقاه لبسه زينة ما تخمم انه ياخذ القدام، ما تتقاد حالته ما عاد يتريم، يعود فمه زين يعود عاد يضحك راسه ما مضحكوش، يعود تركيه زين يعود يكشح انه ما بيه الحمى، يعود سروال ومخيط خياطة زينة. هذا بعض الناس يقول هو يضحكنا، قال مولانا اللي تبرتي يا كاني انا قاع عندي غايه في مضحك حد منكم الله مبكي، انا بات خاطر نقطر لكم شي من معاني بالحسانيه، اياك ما يبقى منكم حد يحتج لربه يقول يا ما فهمتوا ومطي هالو بالمهنه اللي يعرف، اياك ما يعود عنده حجه في قبره ولا حجر. روحكم ماشي مع الدربيه وما لهاكش مع الدربيه، لكن لا اجهل عندكم اني تعب راسي وتبح خرجتي ونقبض شي من وقتي في شي من العبث ما يضحك، شي معدل منه يا غير ماني قادر اتكلم ياسر من العبارات العربية ولازك المعاني، لعل مخلوق عود مسكين يتعلق بوذري العود، انا تكلمت وتعبت هو ما دخل ما دخل المشي ندور عود درسي ما هو اكاديمي ولا هو درس متخصص، ندور عود متقاد فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إياك اللي موكم يقعد وطفينة ونمرة ومولا المبدية يتقادوا فيه، اللي يعرف هذا واضح له والما يعرف يبسط، وإياك قد يتابد لعل العود كي حاكم الإسعاف، الحاكم لكي يعود يعطي الإسعاف الليلة تفرق زينا والضعفاء يصمقهم، هذا تعرفونه من السوق. كذلك العالم ومشى مع الشريعة اللي يعود يخص بها الناس اللي قادرة على اللغة وقادرة على الفهم ويخلي الضعفاء، هذا ما بلغ رسالة ربي، هذا يتكلم بلغة علمه هو وترك الجهال على جهله. انتم انا فاهمين هيني قوطرة لقاه في الشارع يفاصل، ولذلك قال المولانا يذكر صفات المجرمين، قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقام يذكر معناها قام القران يعدد صفات الناس اللي سيء، قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، من ثم اختم بالقوطره، قال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شاب القوطرة والتكبر، قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه، سيئة عند ربك مكروه، ما يبقي مولانا قوطرة المخلوق ما كلا، ما نرى وقتك ماشي شاعر بأنك مطوجا وراكب وحارتك ماشي وتنظر في زروتك والحالة متقد، ذاك الوقت وقت غضب ووقت انتقام، ارخص اوقاتك وقتك تتقرع شبعان ولبستك متقاد دوتك متناظرة، ذاك الوقت هو وقت قبيل أروقي، هو وقت رماص. الدليل عليه شنو؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، تلاولاه ينصقوه الناس اللي في زمن، وقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي
فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك. قالوا ما لا تكثروا عليا المواعظ كاع، وذيك الدروس الدينيه لا تقضوها لي كاع. قال لهم انا ماني مجملو. كي واحد اليوم يقول لك انا دكتور متخصص، والله انا طبيب، طبيب اخصائي اذا ماني مجملو، والله انا مسؤول كبير ولاني محتاج له، ولك يتعزز باسبابه وينسى ربه وخالقه. قال لهم انما اوتيته على علم عندي. يعلق عليها القرآن يقول ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أيوة أنت يا قبوس وسالوا زين له يوخاض القدام ويتقال. قال فخرج على قومه في زينته. لا من آدم يتبطح وتهن عترا. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل قارون إنه لذو حظ عظيم. ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. قال مولانا فخسفنا به وبداره الأرض. هذا من آدم يتبطح يترحس قوطرته خاسر وما ظهره متكبر. ولذلك أركين ترابط خرصه تحس وعكس دهات هو مالك سنويا اللي عدل من عكس داهات تدروات ولوتيتات الخامرين 10-5 وتلحق الوتات المتقادات هما اكثر نسبة. ما تتقاد النعمة ما عاد رماص. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا فخسفنا به. تو معايا؟ معناها خرج ومشى وذا التكبر كل ذلك كان سيئة عند ربك مكره. فيها اللي ينبلص ويعود يعوج رقبته. مات فطنوله. واحد يلبس لبسه ويتقاد هو لك ويبط رقبته كي لا يخاص ولا حد يخبطه. هي اللي قال لقمان قال له يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور. معناها ان ذلك من عزم الامور. ولا تصاعر حدك للناس، لا تحوج رقيبتك متكبر للخلق، ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. اذا ذيك الحركه اللي تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يمشون على الارض هونا متواضعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مقوطر كأنما ينصب أو يتصبب من صبب، معناها ينحدر من صبب، كأنما ينحدر من صبب. يعود كي القاض يعود مقوطر كي حد قاض مع نبي، لأنها مشية أبعد ما تكون على الرياء. يقوطر قوطرة مولاها مسقم لها يعدلهم. لا في تكبر ولا في شلا ولا تبختر. يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم معناها قالوا لهم الكلام الخاسر ما هو زين، ما هو إلا الخطاب العادي. خاطبهم معناها إذا خاطبهم السفهاء خطابا لا يليق، لا يقابلون السيء بالسوء وإنما يحلمون ويعرضون عن ذلك. قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معناها ذاك الكلام احنا ما نقبوه. والذين يبيتون مورهم مولانا بقوطرتهم ومورهم مولانا بردودهم على السيئين من الناس. قال والذين يبيتون الواحد يتخرصوا في الليل هو قليل الرقاد خارج من الوقي يرنيتك يصمكك من خير وشيفة في الليل وحمار في النهار. في النهار ما يترك ذكر للرزق ما دفع شهر وفي الليل جنازة. هاي ما هي مارة عباد مولانا. مولانا قال ان عباده اللي يبقيهم انهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. واحد يتكي تكي ما يهمونك كانوا ما يحكموا الرجال. ولذلك ما كن فاطني للديوك. اقبل ديك ياك تنفضح. الديك يلعو دور النهار والدنيا كلها ينهق وماشي كلها يطوجن يسكتوا به اللي هذا الشمس السو عند منين يتوخر الليل هو لك ذاك الوقت اللي يبقي مولانا يرقد عنه العصاد.
وليالي كي تم العريس واعي والعروس وهل الطبل وهل المهرجانات عند منين يلحق حدود الثالثة في الليل ويعود عاد السحر له يدخل والوقت يرضي مولانا له مالك كلها عاد غالب وتليوحى ويطايح يا كامل بهذا الوقت اللي يبقيه مولانا يزرز روحنا الناس ما هي طيبة. ديك تم الناس رقود ولا هي كلمة عند من يلحق ذيك الأوقات اللي يقوموا فيها عباد الله حس الديك مقيم العيار. والغريب انه عنده فاكس وعنده جوال ما يصوت ديك في بيكة ما صوت له اخر صورة يرد. تقول يا اخوتي هما يا العياط اللي متزامن ماله هذا المخلوق اللي يتبيع خرسته ويتم الديك يعيط ويعطي السكتة ويرجع ويعطي السكتة اني قراب الفجر يحمي ان يلا الناس تقوم والوقت لاحق عند من يوصل للصبح ويبقى ولا رقاد الصبيحة يسكت هذا باقي لاش من هذا الطياع والديك ما يفرق فيه صوت. هذا لقى فيه مول ينفح ينفح والفاضح الديك ما هو انا اشبه منه ديك. يبيتون لربهم سجدا قالوا لماذا قال يبيتون ولا قال يصلون بالسجدة وما قيام قال يبيتون اياك الشير اعلن صلاة الليل اسكى من صلاة النهار. النشبة شي وافضل شي تعدلوا من صلاة النافلة لكن اللي تعدل اعقاب الليل في الليل وليالك قال يبيت هنا شعر لها بالليل مبابات ذاك الوقت ترقد الناس وذاك الوقت الهدوء لهوالك الراجل من بلص حتى ان لارك لعات كل دار فيها مدة تقوم الليل ما ينصركش من الديار لان السارق يلود لاخر الليل واخر الليل انت تقوم تصلي ما يدخل واحد على دار ما حسوا عاد يا أيها الذين آمنوا يدفع كافي سلك راسه ولا نحتاجوا قاعد بوليس ولا باتروي يعود الديار فيهم باتروي أي ولي قراب الفجر يهم عليك الرجال من طلصين نافد نمسي إلى أرفض واحد بوش من الجاز والله بريقة والله رواية سارقها يتميني يعمل عليه صنادر تقع أهل المسي ليه تش جايز يطرح لباش ويدفع باطي دور السلاكة ولذلك ما الدكارة ما فيها قيام الليل تعود يا جواب بوليس ما تسرق من الصرقة بهل الشبر الشيفة والشيفة اللي جاي وكره. الإخوة أشاروا بأن الوقت قد انتهى ورانا بعد عباد الرحمن ما فتنا بعض جبنا عنهم ما هو قد اللي قبضنا فيهم لغبة إذن بعد قاع يدخلوا الجنة ويتقدم ونعرفوا شلاهي ولقى لهم لهم الملائكة حيهم تحية الشرف ومولانا راضي عنهم وعاقب ذاك يختاروا النمروات اللي في أعلى درجات الجنة ورايك يعود عات أخبار من فم تشتد. إذا معناه أن هذا لا يعود درس رقم واحد بالنسبة لصفات عباد الرحمن وإن شاء الله ليلة قادمة نكملوها من دركاكم لا يتعودوا معايا تلودوا البقية عباد الرحمن والله فيكم وحدين بعد ما يحركوا قاعكم جالسين مرصى خارجين وحدين قواعد من الرجال وناهي نختم وجعل الله خاتمتنا خير. قطقت في دروس سابقة بإيجاز غفر الله لنا ما قلنا وما فعلنا. طيب مالكم هذا الملي هذا اللي بني يتوضاوا به ونستحموا مالكم تعرفوا أخباره مالكم تعرفوا أنه مخلقين من الماء والله مخلقين من الحجار مخلقين ساكن مخلق من الماء. قالوا لي الماء قالت لنا الطهارة ان الماء عنده وثرة مايا انه لي العود سالكة طعمته تو معايا وسالكة ريحه وسالكة صورته هذا يوسع ما عنده مشكلة وبعبارة اخرى ان الماء ثلاث انواع خارج منه الشباب وصالح قاعش ما تعدل من وتهاي ولا تنصم منه وما تطهر قاع ما قايل بها قول وخارج منها الصالح لكل شيء للعادة والعبادة
وخارج شي صالح الله للعادة يا غير ما هو العبادة. بارك الله فيك. طمع قالوا لما هذه مارتي وهذا هو مارتي أروقي خارج من أروقي اللي صالح لكل شيء كي الصحاب واحد منهم يتم فاتح مارستوني يسمح حي على الصلاة يتوقف وده هو متبارك نافذ العبادة يعدل. هذا صالح ليش؟ صالح للعادة والعبادة. خارج من الناس اللي يتربض ما عند الصلاة ما تراه وذيك المولانا ما هو من أهله ويبوش الله ما يجيها يا غالي انت عود تختار تجبره حق حق قيس قراني قيس المرصة تراه ونين تقيم الناس نافذ المسي لهو نعسان ومغدج يا غالي لي كريف أنا ككراع يرصف هو ويفسخ الباس وإذا هو متبارك معاه كريك ما كريك يجيب لي رفدني ده هو لك العادة والله والصلاة والعبادة ما هم ولاهم خالق من الوقت ما هو صالح الوحدة إلى كريف هذا كراع هو ما هو نافع ولا قصة المسيد ما يحرق شور ولا عبارة عن ماء النجس لا يصلح للعادة ولا للعبادة وجميع أرواقيش ما يتخطاوا من الصفات الثلاثة أساسا. إذا يا الله من الليل الليلة نعود نعرف يا كان صالحين للعادة والله صالحين للعبادة والله نقدر نخلطوهم والله قام أنا صالحين وحدهم. إذا انتهى الدرس وهذا راه واركم لأنه نوع من الدروس يحقر لأن رجاهن يمتس بلد وجيع وتنطلص منه ها. كذلك بعض الناس إن يسمع للماير يبقى يتبع رصي تمتم ياك ما ارتعلن أخلى عنا مسين بلد وجيع وأنا ماني جاي ياكني النافق والله نكذب جايكم الله ياك مبين لكم بات يسر لي من الحقائب ياك نعرفوا احنا مري من دركاكم كامل تشهدوني يركض نقول لكم حق الله واللي مكم شاك فيه يمشي يجرب يقض مع راسه ويفتش ويشوف ويرجع لي بالنتيجه. اذا ناهينا ختموا بالدعاء اقفلوا. انا ما نقول فلان يا غير نطرح ماره ولا اجبرت واحد من فقع من الكلام قولوا له هو ما اسمك اللي اطرح ماره راك انت اللي عقرت انا قال لي اطرحت ماره قام هو يفصفص مشكله. ونقول في الدروس سابقا وخاطر نقولها قدامكم انتم هون اللي كلكم بركين هون بعرفه خاطر نشهدكم على الله يا غرقاع لا تسمعوا اللي نقول انا لا تروحوا طوال بال خرص علماءنا لجل الله وغيرهم يتم الواحد منهم ما تسمع له كلمه الا قليلا. ان شاء رمضان هما لك ما شاء الله الليله نستضيف لكم مجموعه من ائمتنا وفقهاء كل ليله. ايوه الاخبار قاع ما نعرف قط مره فكرت خارج عقلية عند موريتانيا ينتعود هي 27 شنو واسو احنا موريتانيا هي 27 ماركم تعرفون موريتانيا حرقوا فيها شي يقولوا للمباركة ولا تبقى دار ما خمسوها. الغريب يتموا لك علماء لاني جا رمضان يطلص ويتموا كلها يقولوا فين يتسلع لك ليها عاو التلفزة ما شاء الله عند مريد شنين 27 هما لك اهرام قالوا موريتانيا انهم يطلصوا المباركة بهذه الاخلة يطلصوا وعدت نقول الله علمان هما عايدين نينجا رمضان يكتفوا الشياطين ونين مثلا يوم في رمضان يطلصوا هالخلة قلت الله علمان وهمتنا ودعاتنا أهرهم أن يكتفوا عنهم الشياطين يطلعوا في التلفزة وليا وعند من يطلصوا عليهم الشياطين يحوزوا على ابنما وكله يبطوا فيها كتاف ولا تشغل يا بعد الله هو الظاهر تو هاي المادة اللي تتبلص الله ينجا رمضان وعند من يطلصوا عليها الاخرى ما ترى منهم واحد معناها انها اللي ارى يكلف بيه عفريت ويبط فيها شنكات موثوق ويتكي على كفاه ويتم ما رايت روشي ينجا رمضان الاخر. ايوه انت نرجو الله ان يغفر لنا ان شاء الله ان شاء الله. السيارات ناجية الحمد لله من المقاطعات استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، سألك اللهم بذاتك العلي، سألك اللهم بكلماتك التامات كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هم من الله فرجته بالعافية والسرور عاجلا غير رائد دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته، اللهم لا تترك لنا هم من الله فرجته ولا عيبا الا سترت، اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره، ولا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم انا نسالك بذلك كله اجرنا من النار ومن كل عله ومكروه، اللهم اجرنا من كل مكروه احاط به علمك في الدنيا والاخره واصرف عنا كل مكروه، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا اللهم جميع العلل، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عما سواك، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجعلنا من عبادك المقربين واوليائك المكرمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تترك لنا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا عدوا الا كفيته. اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره.